معلش بقى يا جدعان، شوية على التخاذل اللي أنا كنت فيه. يعني الفيديو ده المفروض كان ينزل امبارح، أو المفروض كان ينزل أول امبارح برضه يعني، بس يعني شوية برد كده يعني بهدل الواحد. السلام عليكم، أنا عمر، والنهاردة هنتكلم عن الفصل 993 والحلقة 946 و47 من مانجا وأنمي ون بيس. الجزء اللي في الأول ده عن الأنمي، فلو عايز تروح على طول للجانب الخاص بالمانجا تقدر تروح للدقيقة دي. كلام هيجرو عن التقنية اللي هي أعلى، اللي لوفي وصل لها أساسا ولكنه مش قادر إن هو يتذكر عنها، وقال له إن هي أعلى من اللي أنا كنت هعلمك عليه. ده بيدينا تصريح مش مجرد تلميح يعني من هيجرو إن هاك التصلب مش أنواع، هو درجات. ريو مش حاجة مختلفة عن هاكي ولكنه درجة أعلى منها. قد يكون مش كل سكان دولة وانو متقنين الريو بالشكل اللي احنا شايفينه اللي هو بيكون إطلاق. بعد كده كلام هيجرو عن إن هو واثق من مقدرة لوفي، ولكنه بعديها على طول قال إن أنا استعملت الريو من الاحتياط. يعني هو المشكلة في السياق بتاع الكلام ذات نفسه، أو في طريقة الكلام، أو في الجمل اللي تم اختيارها. ممكن يكون كان في مشكلة في الترجمة، مش متأكد. ولكن هو لو كان قال إن أنا استخدمت الريو ساعة لما البيج مام ضربت الضربة بتاعتها ديت، كنت هقول ماشي، كلام منطقي. إنما أنت ما ينفعش تكون واثق فيه وبعد كده تستعمل الريو من باب الاحتياط، ينفعش الاتنين مع بعض. اللي عملته بيج مام هنا هو شبيه نوعا ما باللي دوفلامينجو قاله لوفي ساعة لما كنا في أرك دريس روزا، الارك اللي انا بحبوش بصراحة. ولكن دوفلامينجو قال جملة مهمة عن الثقل بتاع ضربات لوفي. الفكرة في ثقل الضربة نفسها، لوفي ضربته يعني خفيف، هو جسده خفيف نحيل بالنسبة مثلا للبيج مام او لكايدو. لوفي قد لا يزن اساسا صباع من اصابعهم، ففيزيائيا الطبيعي ان ضرباتهم هتكون اثقل بكتير وهتأثر على مدى أوسع من اللي لوفي بيعمله. عشان كده الجير ثيرد التأثير بتاعه دايما بيكون أكبر، ودايما تكون قوته أكبر بكتير من الجير سكند اللي هو بيكون السرعة فيه هي العمل الأقوى. الجير فورث باوند مان هو نوعا ما جامع ما بين الاتنين، عشان كده ساعتها دوفلامينجو ما قالوش بقى، دوفلامينجو ساعتها اتخرس. ولكن لا يزال لسه عامل ثقل لوفي، أو ثقل إن هو يصد ضربة مثلا ما تطيروش زي ما البيج مام كده عملته، لسه لا يزال النقطة ديت مش في صفه تماما. التدمير الداخلي ديت نوعا ما شبيهة باللي ريليز اللي عمله في الفيل، الفيل ساعتها اتلقى الضربة ديت ووقع، فاللي كان واضح ساعتها إن هو اتأثر داخليا. الدراما بتاعت هيوجرو يعني اوفر جدا، ويعني واضح ان هي يعني خارجه تماما عن السياق. انا مش فاكر ان حاجه زي كده هخه حصلت في المانجا، حاجه ضعيفه جامد لما يتم استخدامها بالشكل ده. وفي نقطه مهمه جدا، البيج مام تم التاكيد على ان هي ما استخدمتش الهاكي تماما وهي فاقده للذاكره، وده بيقودنا لنقطه الهروب بتاع لوفي اللي هي حاجه ممكن تكون كان فيها مبالغه برضو عن اللي حصل في المانجا ساعتها، ولكن نقطة غير مبررة. لأن أنت المفروض يعني ساعة لما تيجي تتعلم على شخص المفروض تتعلم على مين؟ والبيج مام المفروض إن هي لا تمتاز بنفس الصلابة اللي أنت عايز توصل ليها من الريو عشان تقدر تهزم كايدو زي ما احنا متخيلين. يعني المفروض إن البيج مام هي أقل صلابة منه، فالمفروض إن أنت نوعا ما بالقدرات اللي هي المفروض موجودة عندك يا عم لوفي تقدر إن أنت تهزمها زي ما انت عمال تدعي. زي ما قلنا من شويه، الضربات اللي البيج مام وجهتها لوفي ما كانش فيها اي هاك. الفكره بتاعت الطعم بتاعت الاكل متماشيه جدا مع دماغ البيج مام اللي هي لسه طفله منها، فقدت الذاكره لسه، فهي هتنقاد بسهوله جدا للطعم البسيط ده. نقدر نقول ان فكره الفخ ذات نفسها فكره مقبوله جدا. رجوع الذكريات بتاعتها مره كمان، ده بيأكد لنا على ان السيناريو اللي حصل من الاول خالص ساعه فقدانها للذاكره في الغرق كان للتسخيف وللتسطيح وللسخرية من البيج مام أكتر وأكتر. أودا كاره للشخصية، لو أنت هتفقدها الذاكرة بالشكل ده بعد كده ترجع لها الذاكرة بنفس الشكل اللي هو، يعني الموضوع كان سهل جامد، الموضوع حصل على طول. يعني البيج مام ما عادتش كتير، يعني ما عادتش أكتر من يوم في خضم الأحداث ذات نفسها. فالحركة دي كلها كانت معمولة عشان تخدم فكرة هروب لوفي من السجن مش اكتر. طالما انت مصدعه يا بيج مام ما تاخدي لك سبرنتين. والفكره بتاعت ان هي اغمى عليها في الوقت الحالي هي فكره لازم تتماشى مع ان انت خلاص رجعت لها الذاكره، فلازم يكون الشخص حصل لها صدمه عقليه عشان تقدر ترجع لها الذاكره، وبالتاكيد لازم هتفقد الوعي. تسلسل الاحداث منطقي او متماشي مع بعضه، بلاش كلمه منطقي ده، ولكن الحدث ذات نفسه فيه اهانه كبيره جدا لاحد اليونكو اللي هي لوفي عمال يهرب منها. وبس ثانيه واحده بس، هي مش البيج مام جسدها صلب؟ امال قدروا يحقنوها بالحقن ديت ازاي؟ ده بلوت هول. ترك سجن اودون بسهوله من كوين،
النقطة ديت ليها مبررات بتاعتها. أولا لكون البيج مام هي شيء الأقوى والأضخم والأخطر في الحدث اللي احنا فيه ده، إن هي تفو في الوقت الحالي حتى ولو كانت مقيدة بنفس الشكل اللي احنا شفناه، من الواضح إن كوين عارف إن هو مش هيقدر يعمل لها حاجة، لأن ببساطة الصلابة اللي احنا عارفينها عنها ديت مش مكتسبة بسبب الفاكهة، تقدر إن هي تقتل كوين هو حمام. طب ازاي يسيب بقى لوفي في المكان؟ الفكرة ان كوين مش عارف ان لوفي عايش، مش شخصية متوقع ان لوفي مات بسبب الطوق اللي كان موجود على رقبته وهو ما شافوش وهو بيشيل الطوق ده، فبما ان الحلبة ذات نفسها اتكسرت فمن المفترض ان لوفي يكون مات لان الطوق تم تفعيله وخلاص على كده، فالنقطة دي اتشالت من عقله. وبعد كده هخة كبيرة جدا من اودا ومن الاستوديو، تتمنى ايه يا لا ده انت كنت عمال تهرب، يعني عايز تقتلها ازاي يعني هي والبالونه، ما انت كنت عمال تهرب ليه؟ ولكن النقطه ديت فيها تاكيد على ان الزيادات بتاعه الهروب ديت كانت من الاستوديو، مضطرين نتعايش مع الموضوع، مع ان يعني مش مضطر لان انا بصراحه متابع للمانجا ومتابعتي للانمي هي يعني احد الوسائل اللي دلوقتي هنتنقل للجانب الخاص بالمانجا. فلو انت متابع للانمي اقفل الفيديو. كنت عايز اقول ان بيجي مش ممكن يتلخبط ما بين مراته وما بين مرات تابعه بما ان الاتنين يعني بقوا توأم، ولكن يعني بس مش هقول كده، لا يعني دي اعراض ودول شخبيط على ورق، فانا مش تجسيد اهل وانو الكونو شعب يعني خانع مفيش منه رجا، مستعد ان هو يتمرمط في الذل وفي نفس الوقت مستني البطل القومي اللي هينقذه، ده تنفيذ مش واقعي تمام. مفيش، لا مفيش اي شعب خالص على وجه الكرة الارضية في نفس الصفات دي ابدا. اتضح السر اللي كان خايف منه دريك من رصاصات كوين اللي هي شبه الحاجة اللي احنا شفناها في الحلقة بتاعت اوتون اللي هي كانت بالمناسبة متوافقة مع الفصل اللي احنا فيه ده. رصاصات الطاعون اللي ظهرت في سجن اوتون هي حاجة اقل من اللي احنا شايفينها مع كوين في الوقت الحالي، والتقنية اللي واضح منها ان هي شيء قوي جدا وهتأثر على اي حد مهما كان، لاننا لو تفتكروا كده في اول ارك بتاع البيج مام لما لوفي كان رايح لسانجي لوفي كل سمكة كده وكان هيموت بسببها، فما بالك دلوقتي بقى. والفكرة هنا ان هي بتحولهم لغول ثلجي لكون ان الشخصيات قالت ان الموضوع او الامر ده بارد، والفكرة بتاعت التحول ديت قد تكون شبيهة بالتغير بتاع الهرمونات اللي احنا شفناه قبل كده، ولكن المرة اللي فاتت اللي شفناه كان بسبب فاكهة مش بسبب شيء علمي شفناه ساعتها مع ايفانكوف. هل تشوبر قادر على ان هو يستخرج علاج؟ اتوقع ان ولكن بالتاكيد هيحتاج مضاد اخر غير اللي هو اخترعه قبل كده، وزياده على كده من الممكن ان الترياق اللي هيعمله تشوبر ده يكون نوعا ما مساعد للفكره اللي احنا عارفينها عن لوفي من الهرمونات اللي واخدها من ايفانكوف والسنين اللي هو ضيعها والتاثير اللي حصل على جسده، بما اننا يعني متوقعين او بما اني متخيل ان الاثنين هما نوعا ما عن الهرمونات. وصدقا يعني الفكره بتاعت الطوابق ديت بترجع يعني لأسوأ لحظات القصة ذات نفسها أرك دريس روزا، كل ما أفتكره أفتكر إن الحدث ده كان بارد تمطيطي، واللي إحنا شايفينه في الوقت الحالي ده هو عبارة عن تمطيط من الكاتب، مش عارف أنا إيه المرجو من شخصيات زي كده أو أحداث زي كده اللي بتحصل حتى معلوم، مش عارف هي ليه واخدة مساحة لسه في الأحداث. الحاجات ديت المفروض ان احنا نتجاوزها بقى لان هي ما عادتش مؤثره بالنسبه لنا، ما عادتش مؤثره في مجريات احنا عارفين ان لوفي هيتخطى المجموعه اللي ملهاش اي قيمه دي. هل اللي احنا شايفينه ده حاجه سحريه شبيهه بالحاجه اللي احنا شفناها مع هوكنز؟ ولكن هل اللي شفناه مع هوكنز ده اللي هي منها مثلا قراءة الطالع ديت حاجة راجعة برضو من قدرات فاكهته؟ الحاجة الوحيدة اللي كانت بتربط الكروت اللي هو كان بيتنبأ بيها بالمستقبل ديت كانت ان هو بيحط الكروت ديت على القش اللي كان بيخرجه من فاكهته، غير كده كان لا، كان بيتوقع المستقبل نتيجة قراءة الطالع او ايا كان الحظ. فاللي احنا شايفينه هنا قدرات شعوذية شبيهة باللي موجود عند هوكنز، ولا هل هي شبيهة بالفعل بالشخصية السمكية اللي احنا شفناها في ارك اليوجين، ولا قد تكون هي ديت مجرد فاكهة شيطان وانا بلغت في الموضوع؟ قتل مومو، كلام كينج هنا بيأكد مرة كمان بعد تنظيمه لمنصة الإعدام عشان يعدموا مومونوسكي قد يكون هو المؤكد لأن الشخصية هي المخططة بتاعة الطاقم بتاعة كايدو في كل الحالات ما عدا الحالة الوحيدة اللي بيكون كايدو فيها فايق. عدا عن كده الزمام الأمور كلها أو التخطيطات والتنظيم كله في الآخر بيروح لكينج. ياماتو من اللي احنا شفناه عنها المفروض إن هي مش هتهزم بسهولة تماما، وزي ما احنا ما شفنا قبل كده المفروض إن هي هزمت أولتي، ولكن أولتي يامت يعني بسبب قدرات الفاكهة بتاعتها. بس ساعتها الموضوع نوعا ما كان مفاجئ من الشخصيات،
ولكن هل المرة دي هيكون الموضوع فيه إعاقة عليها، بما إن طائرين الستة كانوا موكلين بإن هم يقبضوا عليها؟ وهل هنشوف بلاك ماريا في الأحداث ديت بتتحرك معانا، لأن هي الوحيدة اللي ما شفناهاش من الطائرين بعيدا طبعا عن دريك اللي بتسمع الأوامر من كينج؟ فإحنا دلوقتي عندنا أربعة من ضمن الستة المفروض إن هم دلوقتي اتحركوا عشان يروحوا لحد مومونوسكي، بس هل بلاك ماريا هتتحرك داعمة لابن أودن، بالذات إن الغناء بتاعها نوعا ما في الوقت ده في ضمن الأحداث ديت كان غريب، وكان بيلمح على حاجتين او طرفين. الطرف الاول هو كايدو وملاقاته بالاغماد، بما ان الحدث ده يعني كان فيه اثارة جدا بترجعه للتفكير او للتذكر بأودن، زائد النقطة التانية اللي هي المقابلة اللي حصلت ما بين ياماتو ومومونوسكي. عارفين ياماتو اصلا بتفكر بالموضوع من ناحية ايه؟ ان هي اودن. وبرضه في خضم الاحداث اللي احنا فيها ديت بنشوف شوية تطورات بتحصل لمومونوسكي. الموضوع ابتدى من الاول خالص ساعة لما كنا عند منصة الاعدام ورفض مومونوسكي لان هو ما يكونش او يكذب بخصوص ان هو ابن اودن، ساعة لما كايدو طلب منه حاجة زي كده، واللي وضح من ساعتها ان كايدو كان عايز ابن اودن يفضل عايش. ولكن من الحاجة ديت هو كمان افتكر او تذكر ان هو المفروض الشوجن ما يهربش، فديت هتكون نوعا ما حاجة مغيرة مع الوقت في الشخصية، وان هو هيتغير مش هيعود نفس الشخص البكاء، ولكنه لا يزال لسه هيكون ضعيف. ورجوعا للتغير الخاص بكايدو، الشخصية بالفعل اتغيرت، بالذات ساعة لما افتكر الضربات من ساعة لما اصيب من وقت لما الاغماد ظهروا على المنصة، بالاخص كمان لحظات تغير وتقدير كايدو لأودن بدأ من ساعة لما العجوز الشمطاء يعني تنكرت في زي ابنه، وساعتها هو هجم عليه، وللسبب ده ما شفناش اي رد نوعا ما، وديت الحاجة اللي كانت غريبة من كايدو ناحية الاغماد. وده راجع لان هو حس نوعا ما بالذنب اتجاه اودن اللي كان هيقتله في الوقت ده ساعتها لو كان اودن كمل وقطع رقبة كايدو، اللي هو نوعا ما حب ان هو يسيب نفس الفرصة ديت للاغماد ساعة لما حس منهم نوعا ما بريو اودن زي ما هو وصف. هو قرر يديهم الفرصة والامكانية ديت من ساعة اللحظة اللي اسقطوه فيها من على المنصة، وده بدأ من اللحظة اللي هو سمح لهم انهم يتشعبطوا في جسده ويخرج معاهم او يطلع معاهم لحد السطح. ولكن الحاجة اللي اتأكدنا منها ان الجرح بتاع الاصل مش زي الحاجة اللي احنا شايفينها في الوقت الحالي من الاغماد، وده بيرجعنا مرة كمان لكون القدرة بتاعت اودن لابد انها تكون مربوطة بحاجة خاصة بيه اللي هي النحت على البنج، وده برضو راجع لكون ان ممكن الاغماد خدوا القدرة ديت او خدوا التقنية ديت بشكل هما مش عارفين عنه حاجة، فخدوه بشكل سطحي عن المستوى اللي وصل له ده. وبرضه من الممكن تكون صلابة كايدو ديت مربوطة بحاجة ان الشخصية ليها علاقة نوعا ما بالبونجليف بشكل ما، يعني معرفش ازاي ولكن بشكل ما. ولكن الامر من الممكن ان هو يكون ليه تفسير تاني بالنسبة لصلابة كايدو، من الممكن ان هو الشخصية اصيبت اصابات قبل كده جرحته ولكنها كانت سطحية جدا لدرجة ان هي ما كانتش مؤثرة تماما، ويعني اتعالجت بسرعة نتيجة ان هو فاكهة زون، ولكن الشخص الوحيد اللي اثر عليه اصابة بالشكل العميق ده لدرجة ان هي اثرت عليه وما خلتوش قادر ان هو يتحرك بشكل سليم كان الوحيد اللي هو اودي. ولكن النقطة دي لا تزال نقطة صعبة جدا، لكون ان احنا عارفين ان في وحوش كانت موجودة في العالم من قبل اودن ووقت ما اودن كان عايش، وهو ساعة لما كان موجود في البحار، والشخصيات الوحوش دي احنا برضو متخيلين انهم اقوى من اودن وكان برضو عندهم الريو، فساعتها لازم يكون في حاجة مميزة بس تجاه اودن تسمح له ان هو الوحيد اللي يقدر يصيب كايدو، والحاجة الوحيدة اللي هو بيملكها دونا عن باقي سكان العالم كله هي النحت على البونج. الختام الجامد جدا، كان ما عندي مشكلة نوعا ما في ان ازاي يعني هجمة زي كده رياح قاطعة تخرج من فم كايدو، ولكن بعد شوية تفكير في الموضوع هتلاقي يعني ان الموضوع بسيط، يعني احنا ما نعرفش اي قدرات نوعا ما عن كايدو، هو لسه لحد دلوقتي ما اخرجش اي حاجة عنه، حتى الحاجة اللي هو المفروض او المعركة اللي احنا عارفينها عنه من قبل كده ساعة لما اتقاتل مع اودن احنا ما شفناهاش اساسا، تقريبا ما شفناهاش. ولكن مع ذلك يعني ان شيء قاطع يخرج من الفم من اللي هي الحاجة احنا متخيلين ان هي تخرج قوة انفجارية بشكل مهول، ما تخرجش حاجة قاطعة بالشكل ده نوعا ما نقطة غريبة شوية. قطع كتف كيكو في الحالة اللي احنا فيها ديت، وعلى العكس تماما من هجمة كايدو النارية اللي يقدر يصدها كيامو نتيجة قدرته اللي موجودة عليها، فاللي ما يقدرش يتفادى الهجمة ديت او ما يقدرش يصدها بالهاكي لو كان قادر ان هو يصدها بالهاكي
فساعتها المفروض ان الشخصيه دي تصاب، او المفروض ان هي تتقطع بنفس الشكل اللي احنا شفناه ده. وشفنا الكلام ده مع سيف كيكو اللي هو ما كانش باين عليه ان هو متفعل عليه الهاكي، فمن الواضح ان هو ما لحقش يعمل حاجه. بس هل الشخصيه ماتت؟ لا، لسه الشخصيه ما اصيبتش في مكان حيوي زي الرئه او القلب، هو اصيب بقطع تام نوعا ما نقدر نقول في الكتف. لسه في امل كبير ان الشخصيه تقدر ان هي تنجو، وقد يكون الشخصيات الاقرب لان هي بالفعل تقدر تنقذ الشخصيه هو تشوبر ولو، ولكن تشوبر احنا عارفين ان هو موجود تحت خالص، ولكن بالنسبه له لو هو اللي مختفي. وقد يكون الشخصية الأبعد شويتين هو ماركو، إلا إذا قلنا طبعا إن ماركو هيطير وهيجي لحد المكان اللي احنا فيه ده فوق الجمجمة، ولكن نوعا ما صعب يعني إنه يسيب البيج مام، تكون نقطة غريبة شويتين. ولكن الشخصية تقدر تنجو بس دلوقتي حالا، دلوقتي مش هنستنى بقى شويتين لأن الشخصية تموت بسبب النزيف. ولكن ايقاف النزيف مش هيكون ابدا شيء سهل تماما في ظل الاحداث اللي احنا فيها، كل الشخصيات قدام كايدو في الوقت الحالي، فكايدو يعني مش هيسمح للشخصية يقول له اتفضل عالجه انا مستني. طب بصراحة يعني مش متوقع ان ممكن الشخصية تكمل معانا، يعني هي دي جدية الاحداث بقى اللي هي ابتدت ان احنا عايزين نشوفها اكتر واكتر، ان خلاص بقى الشخصيات عمالة تتقطع وتموت وتتكل، ومن الممكن ان احنا نشوف نوعا ما غضب شاسع او حاجه جديده بقى من ايزو، يعني زي ما هو يعني المفروض كان في طاقم اللحيه، فالمفروض ان احنا يعني في قدرات نوعا ما عند الشخصيه ده لسه ما نعرفش عنها اي حاجه. على العموم ده كان كل اللي كان عندي في الفيديو النهارده، لايك شير سبسكرايب، شكرا على المشاهده، سلام.